بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نطبق بإذن الله تعالى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا يقف على استقامة إلى جهة القبلة، يعني لا يباعد رجليه ولا يضم، يجعلها على استقامة البدن. يعني تكون الرجلين على استقامة واحدة مع البدن، لا يباعد ولا يقرب. النظر دائما إلى موضع السجود. لا يلتفت. يضم اليدين، ويجعل حذو الأذنين أو حذو المنكبين. الله أكبر. الله أكبر تكبير. ثم يضع اليمنى على اليسرى هكذا وضع. أو يقبض قبض هكذا. على صدره. يعني لا يضع هنا على قلبه. أو هنا. أو يسدل يديه. هذا كله خطأ. يضع اليمنى على اليسرى على صدره بدون تكلم. ماذا يقول الآن؟ يقول هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غير هذا من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقول آمين. ثم يستحب له أن يقرأ سورة أو آية فأكثر أو سورة. قل هو الله أحد مثلا. ثم يكبر الآن الله أكبر. ويركع. يركع يمسك على ركبتيه. ولا يثني المرفقين. ويجعل الرأس على استقامة واحدة مع الظهر. يمد مرفقيه هذا لا يثنيهما. ماذا يقول هنا؟ مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم. ويستحب أن يزيد سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر بما ورد. الآن هو راكع. لا إلى ركوع. بين الركوع وبين القيام يقول سمع الله لمن حمده. مع رفع اليدين. سمع الله لمن حمده. يعني لا يتأخر حتى يقوم هنا يقول سمع الله لمن حمده، خطأ. وهو راكع الآن سمع الله لمن حمده. الآن سمع الله لمن حمده. هنا إذا قام يقول ربنا ولك الحمد. كثير من المصلين يخطئ، يركع هنا يرفع بعدين من يستقيم هكذا يقول سمع الله لمن حمده، خطأ. هنا ربنا ولك
hamd. Iji bo ko ni de tan fi de mo ki ji sami Allahu liman hamida abay charbana wa tan ham. Sek ji fu nu bi zen ji sami Allahu liman hamida le tan pele de le tan dai fo le ki mo ji rabbana wa lakal hamd. ثم يستحب ان يزيد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا ثم بعد هذا يكبر الله اكبر ويسجد يجعل اليدين في استقامه على القبله الانف والجبهه على الارض ويرفع المرفقين ما يجعل المرفقين هكذا على الأرض خطأ ولابد أصابع الرجلين تكون هكذا داخل يعني لابد أن تكون أصابع الرجلين هكذا لا يصح أن يرفع هكذا أو يرفع الرجلين أو يضع واحدة فوق الأخرى خطأ لابد باطن أصابع الرجلين تكون على الأرض هكذا وكذلك لا ينضم يعني هكذا et ça et aussi il pas prendre son main pour poster avec son pied pareil que vous pouvez voir ولا يتسع حتى يكون كالنائم il pas ouvrir son main pareil que vous pouvez dormir نعم يسجد يقول سبحان ربي الاعلى il fait ça et dit سبحان ربي الاعلى وينتبه لانكشاف العوره il fait pour ta conscience qui sont aura il couvert لأنه لو انكشفت العورة الصلاة باطلة. ثم يقول الله أكبر ويجلس. هكذا الجلوس الصحيح. ينصب اليمنى ويفرش اليسرى. Et assise de l'autre côté des pieds. الأصابع هنا أطراف الأصابع نهاية الفخذ أول الركبة. Consomme les doigts côté fini, il vit le finition aux genoux. Mais nous pouvons voir l'eau pour Ismaël. يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا. Il dit رب اغفر لي et c'est le fois obligatoire. ويصح أن يزيد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم الله أكبر ويسجد. أقول الله أكبر في السجدة. سبحان ربي الأعلى. يجي سبحان ربي الأعلى. ويستحب أن يزيد. يبيك لي قوتي. ثم الله أكبر يقف إلى الركعة الثانية. أقول الله أكبر قوتي وأنا ليش مرقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يجي بسم الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين. يقرأ ثم آية أو سورة. أقول إف إف إس. الله أكبر يركع. يفعل الله أكبر يسند ركوع. أيوة. نعم سبحان ربي العظيم. يجي سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. يسند يجي الله أكبر. الآن يسجد سبحان ربي الأعلى. لا يجي سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. يجي الله أكبر. رب اغفر لي. يجي رب اغفر لي. نعم الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الآن هنا التشهد. لا غير لا تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. يقرأ التشهد كاملا. اللي تشهد ناتي. نعم. ثم بعد هذا لو كانت هذه صلاة الفجر يصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد. لأنه في التحيات لصلاة إبراهيمية اللهم صل على نبينا محمد. إسكافينيشو أبوي اللهم بارك على نبينا محمد إسكافينيشو. الصلاة الإبراهيمية. قبل الصلاة الإبراهيمية. نعم.
ثم بعد هذا يستعيذ بالله من أربع: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يسلم برأسه فقط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا يصنع بيديه ولا يطأطئ رأسه هكذا. لا. بعض الناس يسلم هكذا لا يجوز. لا هنا المنكبين لا يجعلها تنحرف عن القبلة فقط برأسه. Juste nous la tête qui bougeait, nous pouvons diviser, rester dans son position.